خلونا نبدا حلقتنا النهارده باول اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ معك ساره. ساره، ساره كام سنه؟ 35. 35 سنه. ساره، الحلقه مذاعه على الهواء، هل عندك مشاكل في اذاعتها؟ لا، مفيش مشكله. طيب اتفضلي، تحت امرك. مرتبطه يا ساره؟ انا متزوجه من 12 سنه وعندي بنت وولد. ربنا يخليهم لك يا رب. يا سامة، انا متجوزه زميلي كان في الشغل من 12 سنه وقصه حب وبن يعني قصه حب زميلي، وبعدين انا سبت الشغل عشان خاطر عيالي وقاعده مع لعيالي ومتفرغه لعيالي تام، وهو الحمد لله اتنقل شغل تاني وتمام. انا مشكلتي ان انا متجوزه ولد وحيد لبابا ومامته. بابا ما فيش راجل يبقى غلطان، الراجل على حق مهما حصل، وده سبب خراب البيت. يعني ايه ما فيش راجل يبقى غلطان؟ ما كلنا بنغلط. لا 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 لا، هو مثلا اجي اقول له ابنك يمكن اهم حاجه يمسك احدث موبايل، يمسك احدث ساعه، يمسك احدث ايربود، عارف اللي لازم يجيب اغلى حاجه. ازاي ده ما بيحوش؟ ازاي مش بيجيب اكله وشربه يبقى تمام؟ بيتك ناقصه حاجه؟ لا، يبقى تمام. طيب انا هو مش مقصر؟ مقصر في البيت ولا مش مقصر في البيت؟ لا، مش مقصر في البيت، بس مش محوش خالص. نحوش ايه؟ خالص مفيش شاب التحويش ده، نحوش ليه؟ طب وهل بقى المستوى اللي هو بيعيش فيه بيعيشنا معاه فيه؟ يعني مثلا لو هو يمسك احدث موبايل، هل احنا بنمسك احدث موبايل مثلا؟ لا لا لا، هو الاوبشنات دي ما علينا، دي كانت مشكلة. طيب خليني اسالك سؤال، يعني هو بيجيب لنفسه اشياء كليبس وما بيجيبلكيش وما بيجيبش لاولاده؟ بيجيب لنا اللي احنا بنطلبه، اللي بس احنا لو ما بنطلبش الطلب، يعني احنا لو يعني مثلا هو ماسك يمسك ايفون، لازم ايفون لما ينزل الجديد لازم احدث يغيره وقتيا، ما ينفعش يمسك بايفون من غير موديل السنه. اوريدي احنا موبايلات عاديه. انت مالكوا؟ انت من انت بتحب الايفون؟ سيبك من الموبايل، تعالي نتكلم عن البيت والاكل والشرب واللبس والخروجات لا هو لا لا هو 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 اتعود على كده، ياخد ما يديش. يعني خليني اسالك، هو انت شايفاه اناني شويه؟ هو اناني جدا لدرجه ان احنا الاثنين عيد ميلادنا في يوم واحد. اها. انا اجيب هديه وما يجيبش. يعني ما بيجيبلكيش حتى هديه؟ لا، هو اتعود ياخد ما يديش، هو متعود على كده. بس يعني دي هديه عيد الميلاد، يعني حاجه ولو حاجه رمزيه عادي. عادي ممكن. طب فكرتي في يوم ما تجيبيلوش انت هديه؟ وصلت المرحلة دي، ما احنا بقالنا 12 سنة، بقى عديت بمرحلة 12 عيد ميلادات باتنين خطوبة، احنا كنا سنتين خطوبة، ففي 14 عيد ميلاد. بتعدي يا سارة. طيب اتضايق لما ما جبتلوش هدية؟ لا عادي. واخته بتجيب له، انا بطلب من اختي اللي انا عايزه. اخته بتجيب له هدية عيد ميلاده كل سنة، وهدية كده اللي هو بيطلبها، انا عايز كذا. المشكلة مش دي، المشكلة يا أسامة اللي أنا استحملنا الكلام ده، وكل سنة نجيب بابا ونجيب ماما، وإن حد يغلطه. نتيجة بقى يا أسامة اللي هو ما حدش يغلطه، يا فرعون إيه اللي فرعنك؟ ما لقيتش حد يلمني. اتفرعن ازاي بقى يا سارة؟ بقى فرعن بقى لأقصى درجة الخيالة. ايه يا ماما هتكلميهم ومحدش يجي يغلطني؟ اقعدي انتي واعملي اللي انتي عايزاه، مفيش حد. هو ده مبدأ خلاص، ماما مين هيغلطه؟ لدرجة لأبويا، يبقى حتى أبويا أنا يجي يقول لي يا بنتي بلاش تتكلمي، خلاص جوزك نرجسي، هنعمل إيه؟ نرجسي؟ هتعملي ايه بقى؟ معلش، عارف اللي هو مفيش طلاق إيه عشان الحاجات الهايفه دي. وادي الموضوع تطور ما بيننا لغايه الانانيه زادت لدرجه ان الناس كلها من العيله بيتدخل. وكانت المفاجاه بقى يا اسامه، شوف انا مستحمله كتير. ايوه، انا اللي منتظر المفاجاه. ايوه، من ناس اتدخلت السنه اللي فاتت، منهم مرات اخويا اللي صاحبتي من 18 سنه. واتدخلت في الخناقات وقالت طب هي ما تروح للدكتور تعديل اللي هو علاقات زوجيه، لان انا كنت هموت وبزن، يعني تعالى نتكلم معاه. يعني هي كانت واقفه في صفك؟ مفروض. واخدت جلسه مع دكتور نفساني اونلاين من بيتها عشان اتكلم مع الدكتور، والدكتور قال لي يا بنتي انت مش مريضه نفسيه، انت مشكلتك ان ما فيش راجل عادل اتدخل ما بينك وبين جوزك، انت لو جوزك يرضى يجي لي انا احكمه. طيب هو مشكلتك للاسف بابا مش عادل، ولا ابوكي راجل حكيم عارف يعني يحكمه. طيب انت كان ممكن تبقي حكيمه شويه عن كده، انت كان ممكن تبقي يعني عندك ضبط وربط على جوزك شويه،
بس هي كانت محتاجه منك شويه سيطره. هو كان بص كل ما يجي يسيطر عليه يجي اللي جا اللي وراه يقول له انت ناقصك حاجه، انت مالك، انت عايزه تمشي الدنيا، انت مالك. هو طيب محاول. وبعدين ايه اللي حصل بعد ما مرات اخويا اتدخلت بقى، كان منهم اللي هي صاحبتي من 18 سنه. مرات اخوكي انت؟ مرات اخويا صاحبتي اصلا وهي متجوزاه. المهم يا اسامه اكتشفنا في رمضان اللي فات قبل رمضان بيومين اللي بينهم فواتير ومكالمات كتير. واللي جاب ثانية واحدة يا سارة، بينهم فواتير يعني ايه؟ بينهم مكالمات، لقوا في حاجة غريبة، واخويا هو اللي جاب الفواتير وكانوا مخبيينها. فواتير موبايلات؟ احنا احنا شركة فالفواتير نعرف نجيبها. شركة التليفون بنعرف نجيبها. اخويا جاب الفواتير واكتشفت ان الفواتير ما بينهم، واخويا جاب الفواتير لاهلها والدنيا كانت ولعة ومخبيين عليا. طب ما يمكن عشان كانت بتكلمه وتكلمك وعايزة تصلح. ماشي اسمع بس، ماشي انا قلت لا كان فواتير. ماشي الفواتير اللي بتصلح مش بتبقى ايام كتيره، ساعات كتيره، مش كل يوم يوميا. في طبيعي اسامه هي متجوزه وهو متجوز، هو اصلا انا جوزي اصلا نقول اللي ليا ولا عليا مش بتاع ستات ولا بتاع كلام كتير، هو راجل كلامه قليل لدرجه اللي هو قليل الكلام حتى معايا ومع اولاده. معاك انت؟ هو معايا اصلا. هو في فواتير اهي. معاك انت بس هو في فواتير الناحيه الثانيه لما تلاقي التليفونات ازاي يعني. المهم انا قبل رمضان بيومين من السنه اللي فاتت قلت يا ابني انا اصلا ما بسامحش في الخيانه وخلاص، انت هتعمل مع السلامه. ويجوا لي البيت ويجيبوا مامته، يا بنتي ده بيتكلموا. راح خلاص اخويا قال لي بص يا سيدي بيتكلموا علينا، اتجمعوا اللي هم يتكلموا علينا على عيله يعني. طيب معلش خليني اسالك، انت اكتشفتي ان هو بيكلم مرات اخوكي واخوكي هو اللي اكتشف؟ واختي هو اللي اكتشف، وكانوا مخبيين عليا بقالهم شهرين يعني. الموضوع ده كان يعني شهرين. اخوكي نفسه كان عارف ومخبي عليكي ومخبيين عليا عشان الدنيا ما تولعش. عشان اخوكي بقى وضعه ايه مع مراته اللي هو اكتشف؟ لا ده مفاجاه بقى، ده مفاجاه. لا اسمعني خطوه خطوه. هما جابوا اقنعوه يا ابني ما فيش حاجه، دي بتصلح ما بين اختك وجوزها. وقالوا له يا ابني دي ما فيش، وحطوا النيه دي، وهو اقتنع ومشى حياته. انا ما كنتش، انا كنت رافضه، انا كنت متاكده ان ده مش طبيعي جوزي يا جماعه اللي هو بيتكلم مع اي حد. لا المهم الكبار اتدخلوا وقالوا خلاص دي رمضان شهر راحه ليكي، وتستخدمي طول رمضان. وهو خلاص هو مشى وساب، انا قعدت في بيتي لوحدي انا وعيالي، هو مشى عند مامته. و40 يوم بقى والله يا بنتي ما في حاجه، ادي فرصه العيال، ادي الفرصه النهائيه عشان ما تبقيش ظلمتي العيال لحاجه. وبعدين انا بس مش عايز الموضوع يهرب مننا. رجعت وتسع شهور اهو من رمضان لغايه دلوقتي، احنا بقالنا 9 شهور يوم 9/11 كان انا من كتر الشك وبقى بيجي لي كوابيس، حطيت موبايل بنتي يسجل في البيت. ونزلت رحت شغل. انك ده هون عظيم. جابها البيت يا اسامه، جاب مرات اخويا صاحبتي في بيتي. يعني انت حطيتي موبايل بنتك يعمل ريكورد ونزلت رحت ريكورد صوت. صوت بس ما عملتش فيديو. ريكورد صوت. واكتشفتي ان هو جابها البيت. انا جبت الكاميرا بتاعت المحل من تحت وهي طالعه وهي نازله، وجبت وهي وانا حاطه الموبايل في اوضه نومي يا اسامه. وجابها البيت وحصل بينهم علاقه؟ لا ما حصلش علاقه، لانه انا اتكلمت، هو قاعد يتصل بيا وانا في شغلي يطمن انا هرجع ولا لا، هيحصل ايه، عارف بقى اللي بيكون وانا شايفه الموبايل وقاعده ببص. وبعدين قلت له اصل انا احتمال اجي 9 اجي ساعه وانزل، اصل انا احتمال. فهي سمعت كده حكيت له جرت، راح هو بقى بيتصل بيها يتذلل لها ترجع، ارجعي يا بنتي ده هي مش هتيجي قبل 9:30، دي ما ينفعش تيجي قبل 9:30. وقعد يتذلل لها ويتذلل لها. بس انا بقول لك هي انا سبب اللي انا سبت الموبايل اللي هي جدتي قبل كده يا اسامه. طبعا الست تعرف مين دخل بيتها. جيت بيتي قبل كده كذا مره يا اسامه. طيب اكتشفتي ان ده موجود، واكتشفتي طبعا انت توقعتي ان حصلت علاقه ما بين جوزك وبينها في بيتك قبل كده. بص يا اسامه، انتوا دلوقتي انت وجوزك وضعك ايه؟ ست متجوزه هتطلع بيتها، هتطلع بيت غير لما يكون الخيانه درجات يا اسامه، ستيبس. مفيش واحده هتيجي مره واحده على البيت، ده لازم يبقى فيه راغد شويه في التليفون وجهزنا لا وفي عربيه وفي ركوب في العربيه وهق يعني في خطوات يعني. اكيد حضرتك راجل وعارف اللي ما فيش ست. لا 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 ما تلبسنيش تهمه، انا ما بعملش. لا انا مش قصدي والله. لا انا قصدي اللي طبيعه اي علاقه خيانه. مش قصدي دي خيانه يعني، دي عندها مليون حاجه خط يعني في. طيب. محارم انت دلوقتي لا لا ده ده, ده انت بتكلميني في مصيبه سودة يعني. ايوه مصيبه سودة، ما حدش شايف المصيبه السودة دي. اكتشفتي يوم 9/11 اكتشفت الموضوع ده. حصل ايه بقى بعد كده؟ انا بصراحه هقول لك اللي عملته بامانه. انا وانا بسمع الفويس اول ما سمعت صوتها انا يعني
مش عايزه اقول لك حصل لي ايه. انا بقيت اضرب قلبي عشان قلبي ما يقفش، عارف لما تحس ان قلبك هيقف؟ اكيد طبعا كانت صدمه جامده، ما كنتش عايزه اسمع اصلا اللي هي. المهم انا ما الا جبت حبه هدوم لي وحبه شنط ونزلت وديتها لبيت مامته وقلت للبواب طلعها لوالدته. لقيته بيتصل بيا بيقول لي شنطه ايه اللي بعتها لماما؟ قلت له دي شنطتك يا محترم عشان تبقى تجيبها في بيتي وما اشوفش خلقتك في بيتي تاني. وانتهت العلاقه بينكم كده خلاص. وابوه جالي بعد يومين ابوه جالي بعد يومين البيت المحل بابايا، وقعدنا مع الكبار العمامي واخويا. ودي المفاجاه بقى، عارف الوقوع الوقع دي حاجه، وما وقع بعد الوقع دي الانصب. اطربيني. ابوه دخل قال حط رجل على رجل حقه وقال هم 3000 ونص تاخديها انت انت والعيال، مش عاجبك روحي المحاكم. قلت له طب انا بايعه ذهبي عشان ابنك يركب العربيه، انا بايعه شبكتي، الذهب يرد جرام. قال لي لا 10000 جنيه اخرك. اها. واللي عندك اعملي وروحي المحاكم يا حاج. راح لدرجه طيب ان حد قال له معلش عايز اقطعك، خلينا نتنقل لجزئيه ثانيه جوه نفس الموضوع. اخوك عرف ان مراته راحت؟ اخويا كان قاعد في القعده. اقول لك المفاجاه يا اسامه. اخويا رجع مراته من 10 ايام. بسم الله ما شاء الله. قول لي بقى انا يعني مين واقف معايا؟ انا ليا مين غير الله؟ اخوك رجع مراته على اساس ان هو يعني مسامح كريم علشان ابنه ما يتفضحش بس انا عيالي عادي، انا عيالي عادي. لا 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 انت عيالك يعني احنا مجتمع شرقي، عيالك لو ابوهم لعب بديله مش هيتفضحوا، انما لو امهم لعبت بديلها هيتفضحوا. ايوه هو بقى بيدقق لو ابن امها اتطلقت او ما الناس دخلوا له الكلام. طب انت 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 دلوقتي في ازمه كبيره جدا، بس انا دخلتيني في متاهه. عارف اوحش حاجه في الازمه ايه؟ انت عايز اللي انت لوحدك. لا طبعاً علاقتك باخوكي وعلاقتك بامك وابوكي وعلاقتك بجوزك، يعني علاقتك باخوكي ومراته انتهت. اوكي. هي اصلا كانت منتهيه من زمان. وعلاقتك بجوزك انا ما بكلمهمش. انتهت. انا من يوم الفواتير رمضان انا ما بكلمهمش. وهو بيحلف لأيمانات الله اللي هم يعرف حاجه عنهم. اها. انا قطع معاهم اصلا، مش من النوع اللي انا لا اخويا وصله الرحم خلاص بدل دخل. انت خلاص كده قررتي انك تعيشي حياتك مسؤوله عن ولادك وتعيشي طبيعي وتنسي الموضوع خالص؟ انا ما اقدرش، رحم الله امرئ عارف قدر بس ما اقدرش. طيب بصي بصي يا بنت الناس، انت يعني الله يكون في عونك. انا مش هقدر اقول غير الله يكون في عونك، لان موقف سيء جدا. ان مش بس اكتشفتي خيانه، ولكن اكتشفتي خيانته مع مرات اخوكي واكتر من مره وسمعتي. فيعني انا مش عارف اقول لك ايه. كل اللي هطلب خلاص خلاص ده بيحصل كتير جدا. كل اللي برجوه منك انك تهتمي بنفسك، تهتمي بولادك، تهتمي بحياتك، تبصي لقدام، ما تبصيش لورا خالص، ما تبصيش على اللي حصل. اللي حصل حصل، وانت اكتشفتي وقفتي جامد لنفسك، بما ان لا ابوكي وقف لك ولا حد سندك وقف لك ولا اخوكي وقف لك، بس انت طلعتي 600 راجل وقفتي لنفسك، دي حاجه في حد ذاتها كويسه. وانا بشكرك طبعا على مداخلتك وبتمنى لك يعني كل التوفيق في حياتك. شيء غريب جدا.